لنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة مرسين التركية رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار الأستاذ غزوان قرنفل. أهلا بك سيدي. تحياتي لحضرتك. بالرغم من الخسائر المسجلة في الناتج القومي لسوريا بما قيمته 226 مليار دولار وفقا للبنك الدولي، تقول خارجية الأسد بأن الأولوية في مشاريع الإعمار ستكون للدول الحليفة. كيف تقرأ هذا التصريح؟ هذا بيجي بتقديري أولا في سياق مكافأة الدول والشركات ورجال الأعمال اللي يعني مبكرا وقفوا إلى جانب النظام السوري وقدموا كل دعم ممكن بما فيها تمويل ميليشيات عسكرية وقفت إلى جانب قوات النظام. وبيجي أيضا ضمن سياق الرد على مواقف الدول الغربية والولايات المتحدة في مؤتمر بروكسل الأخير اللي أعلن بكل وضوح أنه لن يكون هناك إعادة أعمار ولا عودة لاجئين ما لم يتم إنجاز حل سياسي في هذا السياق حقيقي ونهائي في سوريا. بالحديث عن الحل السياسي، كيف تفسر إقحام الحديث عن إعادة الأعمار في هذا الوقت بالذات في ظل تأزم مفاوضات التوصل إلى حل سياسي وكذلك تضارب مصالح القوى الفاعلة في سوريا؟ هلا في هذا السياق النظام يعتبر نفسه انه حسم الصراع وهو قاب قوسين او ادنى من استرداد محافظه ادلب اخر معاقل القوى المسلحه المناهضه له، ما اوقف هذه الاستعاده من وجهه نظره هو الموقف الروسي الذي عقد اتفاق سوتشي مع تركيا، يعني ربما تكون كمرحله مؤقته لإيجاد حل لمشكلة المدنيين وكثافة السكان في تلك المنطقة واستئصال جبهة النصرة بطريقة تدرجية، يعني دون الحاجة إلى هجوم نهائي وكاسح على المحافظة. بهذا الإطار النظام يعتبر نفسه حسم الصراع وبالتالي يمكن أن يقدم تنازلات شكلية في أي اجتماع يتعلق بالدستور أو غيره، وهو جاهز لعملية انتخابية، يعني يعرف هو كيف يدير تلك العمليات الانتخابية اللي ممكن تعيد تكريس تواجد النظام، وهذا ما تسعى له روسيا حتى من خلال عمل وجهد عم تبذله دوليا لجهة إعادة اللاجئين إلى سوريا. خارجية النظام تحدثت عن دور روسي وصيني في إعادة الإعمار، هل يعني ذلك استبعاد إيران من ملف إعادة الإعمار وهي التي استولت على أكثر العقارات في محيط دمشق وحمص أيضا؟ على العكس، يعني إيران والشركات الإيرانية سيكون لها حصة الأسد من مسألة إعادة الأعمار دون إغفال طبعا الشركات الروسية، لكن عدم ذكر إيران في هذا الإطار يعني ليس بالضرورة له دلالة أنه لن تكون هي لها القسم الكبرى من كعكة إعادة الأعمار. اليوم إيران تملكت أكثر ما يعادل نصف مدينة دمشق، يعني اليوم أحياء بأكملة في مدينة دمشق هي جارية في ملكية أشخاص أو شركات أو مؤسسات إيرانية. مدينة حلب اليوم يتكرر المشهد نفسه، ما حصل في دمشق يحصل الآن في مدينة حلب. مؤخرا أعلن النظام عن إنشاء منطقة تنظيمية في منطقة الجندول والحيدرية وبعض المناطق في شرق حلب، ومن سيعيد إعمار تلك المنطقة عبر يعني كونها أعلنت منطقة تنظيمية وفق القانون 10 هي شركة إيرانية. بعد هذا الحديث عن كل هذه الأطراف وهؤلاء الحلفاء سواء للنظام أو داعمين لما تبقى من المعارضة، كيف ستقسم هذه الكعكة إن صح القول في إعادة إعمار سوريا؟ لن يكون هناك إعادة أعمار حقيقية ما لم يتم إنجاز حل سياسي، حتى لو أعلن النظام الآن وأرسى عطاءات على شركات إيرانية أو روسية، الإعمار الحقيقي لن يحصل ما لم يحصل توافق على الحل السياسي في سوريا، وهذا التوافق لن يحصل ما لم يحصل
دوليا يعني بين روسيا والولايات المتحدة على حل نهائي، لأنه هن اللاعبين الدوليين الأساسيين، ويندرج ما دونهم اللاعبين الإقليميين اللي هن تركيا وإيران وبعض الدول الأخرى. وبالتالي ما لم تتحقق توافق لمصالح تلك القوى الفاعلة لن يكون هناك حل. السوريون خارج المعادلة في صناعة الحل السوري مع الأسف. رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار الأستاذ غزوان قرنفل، كنت معنا عبر سكايب من مدينة مرسين التركية.